مساء الخير أعزائنا المشاهدين. رحلة خيط وخير مستمرة خلال 30 يوم من شهر رمضان المبارك. يمكن نقدر خلال 30 يوم نخيط بيها ثوب العافية اللي راح تلبسه جميع العوائل اللي راح تكون مشتملة ويانا أو اللي راح يشملها مشروع خيط وخير. ومثل ما عرفتوا المشروع هو مشروع يحاول يساعد جميع النساء المتعففات اللي ما يكون إلها معيلها، ونفس الوقت هي خياطة، يعني هي خياطة لكن بلا معيل، أو ممكن الظروف تمنعها من أنها يكون لها مشروعها الخاص. ممكن يكون الماكينة جدا قديمة قامت ما تفي بالغرض، أو ما عندها ماكينة وتضطر أنها تطلب ماكينة خياطة من اللي ناس اللي تعرفهم. مشروع خيط وخير إجا لهم حتى يساعدهم أنهم يكونوا لهم مشروع صغير، وهو مشروع الخياطة، ويبدون به مستقبل جيد إن شاء الله، يعني يرسمون به مستقبل لهم ولأولادهم من الرزق الحلال. أول حالة ويانا اليوم هي حالة أم أحمد، الأخت وهيبة من حي الشهداء. طبعاً هو حي جداً فقير، نادر وصول الوسائل الإعلام إلى. طبعاً هاي الإشاعات كانت ظاهرة على المكان، بيقولون بسبب يعني الأوضاع الأمنية فيه جداً متردية. اللي هي أرملة، توفى زوجها ب 2005، على عاتقها خمس أطفال تحتاج أكيد طبعاً توفر لهم احتياجاتهم. كانت عندها ماكينة لكن اضطرت أنها تبيعها بعد تردي أوضاعها المالية، باعتها حتى توفر لهم احتياجاتهم، لكن بالنهاية اكتشفت حتى من وراء ما باعت الماكينة صفت بلا معيل، والأولاد كل ما دا يكبرون تزداد احتياجاتهم. خلينا نتابع تقريرها. أعزائنا المشاهدين، اليوم احنا في احد الاحياء الفقيره في الساحل الايمن من مدينه الموصل، تحديدا حي الشهداء غربي مدينه الموصل. هذا الحي معروف من الاحياء الفقيره، ونادرا ما توصل وسائل الاعلام بسبب الاوضاع اللي تمر بها مدينه الموصل، لكن اللي شفناه عكس ما يروج له والحمد لله. اليوم راح نزور عائله ام احمد، ايضا امراه عيل ايتام جيد الخياطه، كان عندنا اتصال وياها، فاليوم راح نشوفها حتى نتعرف على قصتها ونخليها تشترك في مشروع خيط وخير. السلام عليكم. مرحبا ام احمد، شلونك؟ شلون الصحه؟ جيناك ان شاء الله على الموعد. ان شاء الله ندخل. وهبية خلف عبد الله، زوجي توفى بال 2005 بشهر الثاني. هو أنا عايش بهاي الغرفة وهاي، والله أمنيتي يعني الصراحة قبل من زمان، من كان يعني زوجي طيجات عندي ماكينة، وبعدين ورا هاي ما راحوا يعني ما ظل عندي شيء، وقمت بعت. يعني أتمنى أنا أصير يعني خياطة وأخيط وأصرف على ولادي، بس والله ما عندي إمكانية يعني آخذ حق ماكينة. وعشفت على قناة الشرقية خيط وخير، والله الصراحة وتمنيت يعني أنني همين أصير من هذني المشاركات، قلت بل إن شاء الله والحمد لله يعني الله جابهم لي وحظيت بيهم. يعني فأنت يعني أنت أمنيتك أنه تشاركين ببرنامج خيط وخير أم أحمد إن شاء الله حتى تشتغلين. يلا تفضلي وصلين، اطلعي قدام. يلا هذا مشروع الجمعة. تسلمون، الله يبارك فيكم وإن شاء الله يوفقكم ويرزقكم. يا والله انا يعني اي والله الصراحه يعني ما متوقع والله العظيم. تعالوا وينكم؟ تعالوا بنات، تعالوا شوفوا جبنا لكم. توقعتي برا عن حضر لك الغراضي؟ لا والله حرام، فجاه شفت والله العظيم يعني فرحت فرحه، بس الله يعلم بيها بالخير ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. هاي انواع البناتك، اهم شيء خوش، جبنا لك بناتي وجبنا لك ولادي وجبنا لك راجب، هاي دواش كلها تبدليها، كل اثاث بيتك تبدليها. تسلمون والله يبارك فيكم ان شاء الله يوفقكم. يا والله والله فرحتوني. شوفي نوعيه القماش، شوفي خوش عجبك. اي والله يعني والله ما متوقع الصراحه. فرحانه؟
ما ادري ايش اقول لك، يعني فرح. تعال أيوة والله ما تفرحون. تعال بنتي سلام. تعال نقول لكم قماش، شوفوا اختاروا. تعال حياتي تعيشون والله يبارك فيكم. حبينا نفاجئك شوي، نهبط من معنوياتك بعدين نفاجئك، يعني كنت اشياء قويات من قلت لك نروح نرجع بعد شهر. اي أيوة والله، يعني ما قلت لي بعد شهر، بس بينما يعني هم انطيتني امل قلت والله. احنا كنا برا دا نحضر دا نعد، حبينا نفاجئك حتى نفرح ولادك بصراحه. تسلمون والله، هاي الفرحه صراحه ما تنوصف. يعني امنيتي يعني كنت، يعني قلت لك اقول لك كنت حلم من نقعد انا وولادي، والحمد لله يعني فعلا. كنتي تسولفي لي قلتي لي حلم كنا نشوف رمضان. بالله العظيم كنت يعني اقول ولادي يوم لما تجي الشرقيه علينا حلم، والحلم صار حقيقه ان شاء الله. مو بعيده الشرقيه على كل بيت فقير وكل بيت بأيتام. الله يوفقكم ان شاء الله. اي والله يعني أيوة. ما راح نعوفش، راح نتابعك ونزورك. خوش حتى اللي يشوفوا ام احمد قولي زوروني انا فلان مكان عن بيتك. امبلا امبلا احكي ويا الناس. اي هو انا قاعد بحي الشهداء هنا بغرفه عند اهلي. اي اعطيني نقطه دالة. أيوة يعني قرب مدرسه الشهداء للبنين. زين زوروني. اي والله ان شاء الله. شو اسوي دعايه مجانيه بعد شو تريدين؟ خوش شوفي هاي عارف من الفراش اسولف. هاي حتى الخيوط كاملة شوفي، ماكينة براذر صناعية، الزيت مالها كلها عدة إن شاء الله تكفيك فترة. خوش أختي يوفقكم إن شاء الله. فرحانة أختي والله، قلت لك ما ينوصف، ما أعرف تحكي من الفرحة مالي. وما بس هاي، حبة بشرك يعني الشرقية خصصت لك من واحد رمضان لمدة 3 أشهر راتب 250,000 دينار، ربع مليون عراقي لمدة 3 أشهر. الله يوفقكم إن شاء الله وميزان حسناتكم، وأشكركم وبارك الله بكم إن شاء الله. الله يوفقكم إن شاء الله. فإدارة القناة راح تتصل بيك يعني من الأول من رمضان نهايته، احتمال يتصلون بيك حتى يأخذون منك باقي الإجراءات إن شاء الله. فرحانة أم أحمد؟ تعالوا فرحانين، تعالوا. إيش ما فرحانين؟ تعالوا. والله صديق ما ينوصف. يلا ش... ما يعرف. من يا وراح تخيطون من أي قماش؟ ما أعرف. إيه لا ما. نتمنى لك الموفقيه ام احمد. راح نرجع لك ان شاء الله وما نترككم حتى في سبيل انه نشوف وين وصلتوا. خوش والله يبارك بيكم ان شاء الله ويوفقكم. اي والله ان شاء الله بالتوفيق. ام احمد المن راح تخيطين اول الناس؟ والله اول الناس اخيط الاطفال الصراحه. اي والله للولاد والبنات، للبنات وللولاد، المهم افرح اول شيء افرح اطفالي. تفصيلهم هسه وتفصيلهم بالعيد ان شاء الله بعون الله. اي والله واشكر سعد البزاز على هاي المبادره الحلوه، وصلوا لي سلام يعني سلامي له كثير كثير. اي والله وان شاء الله ميزان حسناته. اي والله من بيت ام احمد نودعكم على ان نلتقي بعائله اخرى ضمن برنامج خيط وخير. بالتوفيق ام احمد، مع السلامه. مع السلامه بنات، مع السلامه. هدف برنامجنا هو اللي شفناه، فرحة أم أحمد وفرحة كل العوائل اللي زارها برنامج خيط وخير، وإن شاء الله فرحتهم تكمل وهم دا يشوفون برنامجهم يوم عن يوم يكبر ويكبر، حتى من مشروع صغير راح يكون إن شاء الله معمل خياطة تساعد بيه أولادها وأيضا تساعد بيه العوائل الأخرى. أنا وياي أم أحمد على الخط وأقول لها رمضان كريم. أم أحمد رمضان كريم علينا وعليكم. امين اجمعين. الله كريم علينا وعليكم على الامه الاسلاميه اجمعين ان شاء الله. شلون رمضان وياك ويا الاولاد؟ والله الحمد لله بخير. الحمد لله. احكي لي قولي لي، يعني انا اعرف هسه درجات الحراره كلش مرتفعه، فشلون مقضيها انتم؟ والله مقضيها قاعدين والحمد لله ماشي نسوي. وعندك الكهرباء يعني زينه دا تساعدك لو مو كلش زينه الاوضاع؟ والله الكهرباء يعني، بس انا بالذات يعني مبرده ما عندي، مبرده ما عندي. زين ما يعني خلينا لعد هسه انتقل وياش للمشروع، بديتي بمشروعك؟ اي والله هسه على خيط يعني لاطفالي وهنا يعني للبيت شي. يعني ان شاء الله خلنا نقول اذا مشروعك كبر وكبر تقدرين ان شاء الله يعني توفرين وتشترين المبرده او يعني اكثر من وحده، مو وحده بس، لو بعد زبائنك قليلين بعدهم. لا ان شاء الله واني حلمي يعني اصير خياطه واخيط واصرف على ولادي واي شيء عايزني اشتريه واوفره لهم ان شاء الله. يا رب كل شيء تتمنيه الك ولاولادك يعني تحققيه من خلال مشروعك. ام احمد انت خياطه قديمه يعني من زمان الك فتره تخيطين لو يعني حديثا؟ يعني لا كنت قبل يعني عندي مثيل خيط بس لاطفالي ويعني
شو اقول لك؟ مو يعني انا غير خياطه خياطه، بس شنو يعني؟ قمت ورا ما توفى زوجي اريد يعني اصير خياطه وهاي، قمت اكثر احتياجيه كلها وبعتها، وما ظل عندي امكانيه يعني مثلا بدي اشتري ماكينه وظليت. صحيح. أم أحمد، أنت شنو أكثر نوع تحبين تخيطي؟ يعني أنت قلتي بالبداية كانت مثل هواية عندك، بس بعد وفاة زوجك اضطريتي أنه تشتغلين، شنو أكثر شيء تخيطي؟ يعني منتجها للنسائي لو أكثر للشراشف مخاديد؟ لا والله بالذات أريد أخيط يعني بشاديش، يعني هي بشاديش أكثر الطلبات تصير عليها، مثل الجوارين، الشير، مالات أطفال، هدوم، يعني أريد أخيط. وتحسين يعني بعد لي هسه اكو طلبات ورا عاد رمضان اقوم اخيط ان شاء الله؟ تحسين بعد اكو طلبات على الخياطه؟ يعني لو الناس اتجهت للحاضر اكثر، يعني تحسين بالسوق؟ والله هنا يعني استخدم الحاضر، بس بينما هنا يعني محلتنا كل يعني خياط كلهم يخيطون لحد الان يعني. اي يمكن اكثر شيء يحبون الدشاديش، يسووها تفصال يعني القماش اللي يردوه، التفصيله اللي يردوها، يمكن ما يلقوها بالسوق لحد الان، صحيح؟ اي يعني هم مثلا شيء يقولون الريل والخياطه تخيط، شيء يطلبون يخيط لهم ان شاء الله. لعد ام احمد ان شاء الله مشروعك يكبر ونشوف عندك معمل خياطه زين، وتكونين يعني خياطه خلينا نقول مو على بس مستوى حي الشهداء ولا الموصل، ان شاء الله تكونين خياطه على مستوى العراق كله ان شاء الله. وهاي مليونه منكم، والله يبارك فيكم ويوفق ان شاء الله سعد البزازين، هو دائما ابو الفقراء والمحتاجين. واحنا هم نشكرك ام احمد ونتمنى لك كل الموفقيه والنجاح بمشروعك الصغير. راح ننتقل هسه الام محمد. أم محمد رواء في منطقة الجامع الكبير، هي منطقة يعني خلنا نقول معروفة بالموصل، أو هي من معالم الموصل اللي هو منطقة الجامع الكبير. بأم محمد كسرنا القاعدة اللي هي أم محمد زوجها بعده على قيد الحياة، لكن هو مقعد يعني ما يقدر بعد يشتغل ويعين أطفاله وزوجته. أيضا أم محمد عندها طفلين، لا هي عندها أكثر يعني من طفل، لكن منهم اثنين مريضين. عندها طفلتها عمرها 12 سنة لكن ما تحكي، يعني فاقدة النطق لحد الآن. وأيضا ابنها يعاني من نقص حاد في الدم، فدائما تحتاج أنها تودي للمستشفى حتى يحطوا له دم. كانت عندها ماكينة أو لا، هي ما تمتلك ماكينة، هي تجمع مجموعة من خلنا نقول القطع وتطلب ماكينة وتخيطها حتى توفر لهم احتياجاتهم. خلينا نتابع قصة أم محمد. مستمرين أعزائنا المشاهدين وياكم ببرنامج خيط وخير، مثل ما تشوفون معلم من معالم مدينة الموصل، الجامع الكبير الحدباء اللي يطلق عليه معروف بالموصل. اليوم راح نكسر القاعدة شوي، راح نزور عائلة أم محمد. أم محمد تعيل أطفال مو أيتام، ولكن زوجها مقعد لا معين لهم سوى الله. كونوا ويانا حتى نعرف قصتها. أخيرا وصلنا بيت أم محمد بعد هاي الأزقة الضيقة، حتى تركنا السيارات، سياراتنا تركناها برأس الشارع لأن سبب الفروع الضيقة. أم محمد مرحبا. أم محمد شلون الصحة؟ إن شاء الله بخير. استقبلونا ضيوف. لا أني مواطنة رواح هازم، سكنت سرشخانة، عندي دول الأطفال وزوجي أتشعون، وأني مريضة عندي 7 أطفال وسكني بهاي الرهرة، حالتي حالة تعبانة بعد ما أبوهم تعب، اضطريت أن أنا أشتغل وعين هذول الأطفال، وكنت جالم يكبرون ويعيدوا من عندي، وعندي 2 مرضى مع أبوهم، عندي بنت ما تحكي مع السنة، علاج غالي وما عاد أطيق يعني أتمكن على علاجه، عندي ولد عم ينزف وعنده نقص بالدم، وكل بين فترة حط له دم، يعني أنا ما تعبت بحياتي. فكرت أنا أشتغل بس ما عندي ماكينة عين بيتي، أولادي زوجي، وأتشعن هذا البيت، هذا حال هذا البيت، أنا صار لي 4 سنين بينه، حتى حق إيجار ما عندي أدفع، علاج بنتي ما عندي أدفع،
وأنا إنسانة بسيطة وأريد من عندكم المساعدة. يلا محمد راح نتوكل حتى نكمل بالخارج بقية فقرات الحلقة. يلا أم محمد، يعني لو وفرنا لك مشروع الخياطة إيش راح تسوين؟ والله راح أخيط للناس، أخذ خيط الجميلين وكل من تحتاج يعني أخيط له. يعرفونك يعني؟ أي يعرفوني من المنطقة. زين، إحنا عذرا إنه جبناك من الفروع شوية وطلعناكم لأن السيارات ما تفوت للبيت. أي والله. اضطرينا إنه نخلي سياراتنا على الشارع العام. كل الطريق مزدوج. كان حالاتها إنه مبشركم بالبيت يعني. بس هذا المشروع اللي راح تنطلقين منه. حلو؟ حلو والله. جزاك اللهم خير وخلف الله عليكم. نشكر سعد العزاز على كل حال. هاي الماكينة وهاي الأقمشة بأنواعها طبعاً. خوش. حلوة المفاجأة كانت. والله كانت حلوة. والله. كيف راح تستمرين بالخياطة؟ والله راح استمر. إحنا كان بدنا ندخل الأغراض للبيت بس مثل ما الأفرع ضيقة. إيه ضيقة. خوش. بس مع ذلك راح نساعدك إن شاء الله. فرحانة أم محمد؟ أي والله فرحانة وجزاكم الله خير وخلف الله عليكم. احنا حتى اللي يشوف أم محمد يزورها بالجامعة وين؟ الجامعة الكبيرة. جامعة مسجد ست نفيسة. بالقرب من الجامعة الكبيرة. الجامعة الكبيرة. حتى اللي يحب يزورك ونخيط عندك. أحب أبشرك بشارة أخرى إنه إذاعة القناة خصصت لك من واحد رمضان راتب 250 ألف ربع مليون عراقي منذ الأول من رمضان لمدة 3 أشهر. خلف الله عليك جزاك الله خير. نشكر القناة الشرقية ونشكر كادرة وجزاكم الله خير. حتى يعيلك بهالظروف الصعبة إن شاء الله. لحين ما أنه تتمكنين أن تنهضين ببيتك وعائلتك وبهذا المشروع. خلف الله عليكم. يا الله فكرة كلش حلوة عجبتني والله. بس راح نتابعك ها نجي نزورك ونشوف وين وصلتي بالمشروع. خوش؟ أي خير. إن شاء الله. إن شاء الله. نترككم أم محمد تنطلق بمشروعها على أن ننتقل إلى عائلة أخرى ضمن برنامج خيط وخير. التوفيق أم محمد، مع السلامة. أم محمد ويانا على الخط. مساء الخير أم محمد. عليكم السلام. السلام عليكم. والله الحمد لله أجمعين إن شاء الله علينا وعلى أمة محمد. شلونك أم محمد؟ والله الحمد لله مليحة. الحمد لله. شلون رمضان وياك؟ الجهال شلونهم؟ والله الحمد لله والشكر. رمضان كريم علينا وعليكم وعلى قناة الشرقية. آمين أجمعين. بشرينا أبو محمد شلونه؟ والله الحمد لله والشكر. الحمد لله والشكر. أم محمد احشينا شلون شوية المشروع بديتي بيه؟ أي والله بديت والحمد لله والناس مقابلين على الخياطة وبدينا يعني خير للجويرين لأولادي البيت العائلتي. الحمد لله. صحة أطفالك شلونهم؟ احكي لنا شلونها بنتك. والله تعباني بنتي وتحتاج عملية وعلاج غالي وما أطيق يعني على علاجها. أنا حيل متعبين الأولاد مع أبوها. أنا حيل ظروفي تعباني والبيت هم تعبني. والحمد لله والشكر. يعني المشروع ما دخلك شويه يعني من تكاليف العمليه؟ والله بعد زمايلي بعد ما يعرفوني بعد شويه يعني ما اتطور اما يعرفوني. ان شاء الله انت حيكون وياك ايضا مبلغ مالي يعني تقريبا حيكون ربع مليون دينار عراقي شهريا حيكون راتب الك والاولادك يعني المجموع حيكون 750 الف خلال 3 أشهر. علاجه مكلف وهذا علاجه كل شيء غير 280 الف مال الشلل دراغي مال النطق
ما أعرف إيه، لكن ما تكبر يعني أنا أتمنى يعني مثل أعالج بنتي يعني حال مريضة وتعبانة هي مثل الله يكون بعونك أم محمد، الله يكون بعونك وينطيك الصحة والعافية، إن شاء الله يعني تقدرين تسترزقين أكثر، ويعني إن شاء الله تقدرين تسوي لها العملية. هي العملية وين راح تكون؟ وين راح تسوي لها؟ والله أنا جالسة بالأردن، عمليتها بالأردن، وأبوها ما شفته مريض وما يطيق، وأبوها حير تعبان. والله عندي هذا ابني الكبير ما يبص يجي بالشارع، هذا ابني الكبير والله. إن شاء الله تروح توصلين بالسلامة إن شاء الله. وهذا البيت يجار بس هاي الرهنة، هذا سكني بس الرهنة. إن شاء الله توصلين بالسلامة أم محمد و... نعم. من المكينة وعلى خياطة والله يكون بعوني وعون هذول الأطفال. آمين إن شاء الله تدخلك يعني رزقة حلال، تقدرين تسوين عملية بنتك و... لا أم محمد إحنا ما نريد نسمع هاي دموعك، إحنا نريدك تكونين أقوى من هيجي، تقدرين يعني تكونين إن شاء الله يعني تسترزقين من خلال الماكينة، بلكت يا رب يعني هم بنتك الطيب وتشوفين تكون عورة ما مثل ولا هي أنا أحس تريد مثل أخوتها تطلع تروح تجي ما أطيق أنا أحس راس ما أطيق شيء وكل ما يجي تكسر لا أم محمد ما نريد نسمع هاي دموعك غالية علينا، نريدك أقوى وين عزيمتك، إن شاء الله تشوفيها أحسن البنات تلعب ويا صديقاتها وتكبر قدام عينك وتزوجيها وتفرحين بيها، نريد نشوفك أقوى يعني إحنا شفناك بالتقرير شفناك أقوى من هيك قدرتي تتحملين. الحمد لله والشكر زين حال مثل ما يقولون أم محمد. أم محمد أريد أقول لك شيء، أريد أبشرك بشارة زين الشرقية العفو الشرقية تبنت ما تبنت بس مشروعك، تبنت علاج حالة بنتك، راح تتكفل إن شاء الله بعلاجها وبعمليتها، وإن شاء الله تشوفيها يا رب أحسن البنات، راح إن شاء الله كادر البرنامج وقناة الشرقية الموجودة بالموصل راح تخابرك، راح تحاكيك وان شاء الله توفر لك المبلغ المالي اللي يتكفل بعلاج بنتك. ريدك اقوى من هيك ام احمد، تقدرين توقفين وتشوفيها ان شاء الله احسن البنات، ما نريد نسمع بعد هاي دموعك، ان شاء الله يا رب تشوفيها عروسه كبيره وتفرحين بيها. الله يبارك بيكم وخف الله عليكم، اذكر قناه الشرقيه واذكر سعد البزاز على المبادرة الحلوين وأنقذ البنت ما يقوم من ضريع. يلا أم محمد هاي دموعك كلش غالية علينا، وهذا المشروع هو احنا بس نريد نشوف ضحكتك، وإن شاء الله يا رب يعني هذا المبلغ يكون مساعدة لبنتك والعمليتها وتشوفيها قايمة بالسلامة إن شاء الله. أنا أشكر أم محمد، ومثل أرجع وأقول إنه الشرقية يعني ورا ما سمعنا حالة بتها ومن برنامج خيط وخير قررت قناة الشرقية إنه تتكفل بمساعدتها في علاج بتها، وإن شاء الله يا رب يعني تقوم لها بالسلامة وترجع تسمع صوتها وتشوفها أحسن البنات. أني أوصلت الختام حلقتنا لهذا اليوم، خيوط الخير مستمرة إن شاء الله، وخيوط الخير إن شاء الله تكون أكبر وأكبر بالأيام الجاية، راح تشمل عوائل أكثر إن شاء الله يا رب، تكون الفرحة مثل فرحة اليوم كبيرة وكبيرة، وما نريد نسمع أو نشوف دموع أمهات غاليات علينا، نريدكم تكونون قدوة مثل ما أنتوا كنتوا وراح تظلون أمهات نفتخر بيكم، فإلى الغد ألتقيكم.